السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مشاكل العرج في المواليد. أغلب مشاكل العرج بيكون ناتج عن ارتخاء في المفاصل، ارتخاء في الأربطة بتاعة المفاصل، أو ضعف في الأعصاب. المعزة دي والدة 2 امبارح، دي النتاية ما شاء الله، والدة امبارح بالليل، النتاية ما شاء الله صحتها تمام، مشيتها طبيعية، مفيش فيها أي مشكلة. الذكر فيه مشكلة في المشية بتاعته زي ما انت شايف. بس تعال شوف المشية بتاعت الذكر عامل ازاي. بس انا حاول اوقفه لك ان هو بيقف بصعوبة، بس عشان بس تشوف المشية بتاعته. وقف تعال، هي باينة المفصل اهوت من قبل ما يقف، بس انا احاول اوقف لكم وبيقف بالصعوبة شوية. بص شايف الرجل المفصل بيتقلب فين؟ ده مشكلة في رجلين الاتنين من ورا. المفصل بتاع الركبة بيتقلب بالعكس، بيفتح بالعكس، والناحية التانية المفصل بتاع الحوض اللي من فوق، شوف الرجل لاوية فين؟ الرجل مش جاية مستقيمة، المفروض تبقى رجله مستقيمة كده. ده رجله بتلف المفصل اللي في الحوض من فوق. الحالة دي مشكلة، المشكلة في رجلين الاتنين من ورا في المفاصل، مفصل الركبة بتاع الرجل الشمال والمفصل الحوض بتاع الرجل اليمين. العرض ده ممكن يكون مؤقت، خلال يومين بالكتير بيرجع لطبيعته وبيمشي كويس مع الرضاعة الحلوة وتعرضه للشمس. شايف مشيته ازاي؟ بيمشي بالعافية هو. لكن الرضاعة ما شاء الله عليه كويس في الرضاعة، فده تهتم بيه، لازم ترضعه وتتأكد ان هو رضع كويس. انا طبعا مرضعه باين على بطنه ما شاء الله، شبع لبن، دي اهم حاجة، وتعريضه للشمس حاجة مهمة برضك. وبتديله ممكن حاجة الوحيدة اللي ممكن تديها له فيتامين ب مع فيتامين د. فيتامين د، فيتامين ب مقوي للاعصاب، وفيتامين د بيساعد في امتصاص الكالسيوم، عشان لو عنده لين عظام نازل بمشكلة عنده لين عظام، الفيتامين د بيساعد في امتصاص الكالسيوم كويس وبيقوي العظم بتاعه. انا ده اديته 3 سنتي من ديكال 12، ده ديكال 12 عبارة عن كالسيوم وفيتامين د او فيتامين ب، ده بشري، اديته 3 سنتي في بقه دلوقتي. ده عشان لو اللي عنده نقص في عنده ضعف في الاعصاب، في فيتامين ب بيقوي له اعصابه، ولو عنده نقص فيتامين د، عنده نقص في الكالسيوم، فيتامين د بيساعد في امتصاص الكالسيوم. طبعا طبيعي هو كده كده بيرضع، يعني في كالسيوم، بس هو الدواء اصلا معاه كالسيوم، يعني لو عنده نقص في الكالسيوم برضك الدواء فيه كالسيوم. ده في خلال يومين ممكن من غير الدواء يمشي معاه، من غير ما تديله الدواء، مع لبن امه، يكون لبن امه كويس. في خلال يومين بالكتير زي ما قلت لك تهتم برضاعته كويس، لازم تتاكد انه بيرضع، لانه ممكن ما يقدرش يوصل لامه كويس، امه ممكن، لان والده 2 ممكن تهتم بالتاني وتسيب ده، فلازم تتاكد تمسك له امه وترضعه كويس. لو هي مش والده غيره هتلاقيها واقفه معاه على طول، لكن لاحظ واقفه مع التاني وسايبه ده، ده لو ممكن يبعد بعيد عنها، ما تروحش ترضع. فده هتهتم بيه اول يومين، واهم شيء تعرضه للشمس، دي اهم نقطه، تعرضه للشمس عشان خاطر عظمه ينشف من تعرض الشمس. طبعا فيتامين د اما بتعرضه للشمس او انت مديت فيتامين د عادي، يعني مش مشكله. فيتامين د بيحصل على الجسم اساسا من اشعه الشمس، بس لو ما عندكش شمس فيتامين د هو موجود في الدواء، مفيش اي مشكله. فاحنا بندي الاثنين زياده تاكيد، يعني شمس كويسه للحاجه المولوده، وفيتامين د برضك حاجه تقوي عظمه. وان شاء الله هنتابع مع بعض خلال يومين ان شاء الله. طبعا الحاله دي اما ممكن يكون نازل كساح كده دايم، يعني ممكن ما يتعالجش، ممكن ما يفضل على كده، يعيش معاقبه بالمشيه دي كده، طبيعي هيبقى طبيعته على كده، هيمشي على ويكبر على كده ويعيش على كده. والحاله الثانيه ان شاء الله احنا زودنا، بما انه لسه مولود امبارح، ان شاء الله باذن الله خلال يومين ان شاء الله يتعدل. فلو ما تعدلش يبقى كده هو نازل دايم ومش هتتعدل رجليه، لكن خلال يومين او ثلاثه ان شاء الله اذا تعادلت، هي ان شاء الله في امل كبير، لانها كان عندي حاله زيها بس كانت خفيفه خالص عن كده، وتعادلت لوحدها من غير ما نديله اي حاجه، اللي هو الجدي الاسمر ده. ده كان نازل برجل المفصل من ورا، كانت ملويه مفصل بس، ما شاء الله زي ما انت شايف حركته طبيعيه، ما فيش فيه اي مشكله.
ده حركة طبيعية مفيش فيها أي مشكلة. وإن شاء الله نتابع مع بعض كمان يومين كده إن شاء الله، ونوريكم الحالة بإذن الله في فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. وما تنساش في الآخر لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.